وصلى الله على نبينا محمد. الله يجزاه خير. مما لا شك فيه الحديث عن الأنثى أوسع وأشمل في الكلام. الأنثى هي الأخت وهي الأم وهي العمة وهي الخالة وهي المربية وهي الخادمة وهي كل يعني هي شقيقة الرجال. تجد من الرجال منهم في قمم الشهرة وقمم المعلومة، منهم رسولنا القدوة الأولى رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد، تجد إلى أنه تكلم عن أمه وتكلم عن زوجته وتكلم عن مربيته وتكلم واحترمها وأتاه من الأسارة وأتاه وقدر هذه تلك النساء ونصح الصحابة في، ثم في آخر حياته كانت الوصية استوصوا بالنساء خيرا. الأنثى في المجمل هي المكملة للرجل. ترى الرجال بدون مرأة ما راح تستمر الحياة. نصف الرجل. لا ما راح ما في حياة، ما في تجدد في الحياة. صحيح نعم. يعني الرجل بدون مرأة ما فيه أولاد. نعم صحيح. ولا فيه أمل يعني. ما تستمر. فلذلك الحياة. من التعدي في الدعاء أن يكون رجل ما تزوج يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة. رجل ما تزوج ما تعديت، أول تزوج بعدين اسعى اطلب ذرية صالحة. ذرية صالحة. اطلب تزوج ثم قل للناس ادعوا لي. هم تقول للناس ادعوا لي بالذريه الصالحه وانت ما بعد تزوجت. فتمام الحياه واستمرار الحياه بوجود المراه يعني ليست بالرجل. ثم ذكرها في الله سبحانه وتعالى في القران سوره مريم سوره النساء ما جت. لكن اللي يبي يحكم عقله قبل ما هذه الانثى، لو قلت لكم وأنت في البيت ولا في الشارع ولا في الحي اللي فيه أختك وأمك وعمك وخالك، تجد فيه قداسة لها ولها مكانة، صح ولا لا؟ صحيح. لكن لو جيت للشارع وجدت المرأة في عند الإشارة أو وجدت مرأة في الخلاء في البر يعني وش مكانتها في عينك؟ وش نظرك لها في عينك؟ هنا النظرة اللي أنا أقول يجب أن أنظر إلى أنها أنثى ضعيفة مسكينة، سواء صارت أخت ولا أجنبية. فرد السائل إذا جاك رجل يمكن يعني تعتذر أو تقول ما، لأنك يمكن تشوف عنده قوة تقول إيش راح أشتغل لا تشحد ولا لا. لكن لو جاك المرأة عند الإشارة ولا في طقة باب بيتك يعني من الصعب لأنك تردها. هنا الفرق في القلب لازم يكون، إذا كان في تمييز للأنثى يميز من القلب قبل ما أنها تكون أخت. طيب مو كل الناس عندهم أخوات، وش أسوي؟ أنا ما عندي أخت، واحد ما رزق إلا بذكور، ما عنده بنت وش يسوي؟ واحد ما عنده إلا أمه، لا زوجة ولا أخت ولا بنت، ما عنده إلا أمه، تكون هي الأم وهي البنت وهي الأخت وهي اللي تدللها على ما تبي. فهذه الأمور اللي يجب أن ننظر إلى الأنثى عموما، ثم نضيق الخناق أو نضيق الدائرة إلى أنها أم وإلى أنها أخت وإلى أنها عمة وإلى أنها خالة وإلى أنها. فهذا المنظور، وليست الأنثى فقط في الحياة، إنما هي شريكة حياة وهي البنت وهي الزوجة وهي الأم وهي الخالة وهي العمة وهي قد تكون مرضعتك. يعني لا ولدك ولا مريت عليها في يوم من الأيام، في أمك مريضة ثم أرضعك خمس رضعات وصرت ابن لها بالرضاع. شوف وين مكانة الأنثى، صارت أم. يعني كانت قبل فترة بعيدة عنك لا تقرب لك ولكنها وقفت مع أمك في حال مرضها وأرضعك، مضبوط؟ لذلك لا ننظر على أن هذه بس أنثى وانتهينا، شوف لها أنها ربت إلى أنها طلعت إلى أنها من وراء هذا الرجل أنثى.
من وراء هذا الولد، من وراء هذا الطالب أنثى، فجعل الأنثى لها مكانة في قلوب الرجال غصبا عليهم، يعني حتى لو كان الواحد عنده نفرة من النساء وعنده، يبقى إلى أنها يكن لها الاحترام، يكن لها التقدير، ولا يعتدي عليها ولها حقوقها. معلم أن يوجد من الناس، يوجد من الغرب، يعني حتى لأنهم إذا تزوجت المرأة ينقلونها مثل ما تنقل السيارة، ينقلها من اسم أبوها إلى اسمه. صدقون هذا موجود؟ نعم. باسم الزوج. نعم. باسم الزوج. باسم الزوج. ها، بدل ما هي فلانة بنت تومسون صارت فلانة بنت. صحيح. هلاكو. ها؟ هلاكو. إيه. فل يعني وين حرمة؟ شوف تقدير الإسلام وتكليفه لنا، تبقى بنتك ها فلانة بنت محمد بن عبد الله إلى فلانة بنت عبد الله، تزوجت فلان بن فلان وأولادها يتبعون، حكمة ولطف وتعامل. هذا ما يعني أردت أن يمكن أتكلم عنه. عن الله يبلغ وجهك يا أبو محمد، ولا يؤاخذوني الشباب، لكن يطيل العمر مجتمعنا خير من زمان يطيل العمر، يعني البنت والأخت والخالة والجدة هذا مفروغ منه، لكن في مجتمعنا في القرى أو في البادية يظل فيه دائما طال عمرك يعني حريم كبار في السن، عجائز مثلا ما لهم، يعني يكادون انقطعوا من أصلهم ولا كذا. أحصل المجتمع عندنا زمان طال عمرك والله الله يرضى عليهم مهتمين فيهم، يعني طال عمرك يشوفون حوايجهم ويدورون لهم ويعطونهم ويقومون على هذا، حتى تخبر الأسواق زمان عندنا ما كانت الأسواق قريبة في القرية، السوق هذا راه يعني على رأس الأسبوع، ما يوم الاثنين أو يوم الخميس، فيتعهدونهم يشوفون يعني إيش يحتاجون. إذا راحوا السوق قالوا تروحنا رايحين السوق إيش تبغين يا عمه ولا يا جدة ولا هذا، وترى يقولها طال عمرك والله إنه شايب ما هو بعيد منها في السن، يقول لها يا عمه ولا يا جدة. يا أخي أوادم فيهم والله، فيهم طيبة الله يعلم بها. طال عمرك إذا عندها ظروف ولا كذا، ولا حتى يعني أحيانا البيت اللي هي عليه عندها يا طويل العمر يروحون يتعهدونها قدام المطر، يقولون بيت الفلانة ولا فلانة ولا فلانة، دائما في القرية حرمتين ولا ثلاث ولا أقل ولا أكثر، تراهم يتعهدونهم يحضرون لهم طال عمرك الحطب، يجيبوا لهم حطب، وإن كان عندهم خشب يا طويل العمر راحوا قصقصوه وقشوا، يعني حضر اللي هو الحضارة. أي والله حطوه في عندهم، يطلعون لسطح البيت يا طويل العمر يتفقدون، يشوفون في شقوق، هل المرازيب سابرة تمشي ولا هذا، يبرحونها عشان جاء المطر، إذا جاء العيد يا طال عمرك قدام العيد يحرصون طال عمرك أنهم يساعدونهم، بعضهم تقول لازم أنا أضحي، تحصلهم حريصين طال عمرك أنهم يحضرون لها ويذبحون ذبيحتها. يا أخي والله مجتمع راقي بكل ما تعني الله يرضى عليهم. هذا اللي هو استمرار لخدمة الأنثى سواء. أيوة، لأنك يعني من تربى على هالخدمة بيض الله وجهك، أنت تربى على هالخدمة يا أبو سليمان، تكلمت على هذا الوقت. من تربى على هذه الأنثى وخدمتها والعناية بها لا بد لأنه يعتني بأخته. يا أخي يعني سبحان فأنت الله. تقدم دفعات أو تمارين حتى تستطيع أن تخدم أختك وزوجتك وأمك، واللي أيوة. ولازم يكون عندك لينة. أنا ما بعد خلصت على كلمة بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن عن الصلاة. أي صح، الصلاة كانوا الصحابة يعزون بعض إذا فاتت تكبيرة الإحرام، إذا فاتت تكبيرة الإحرام، لأنه يعرف ما في الصف الأول ويعرف ما في تكبيرة الإحرام، ويعرف يعني هالصلاة لمن تقول الله أكبر، لمن ترفع يديك، لمن لله، عشان ترفع الستار اللي بين تبدأ في صلاة اللي هو